السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الدرس الأول من مادة الإسلامية فرع الإيمان. معنا أول درس الإيمان بالملائكة. أول حاجة بيعرفنا على معنى الملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة هم عباد الله تعالى خلقهم من نور، لا يشبهون الناس، فلا يأكلون واحد، ولا يشربون، ولا ينامون، ولا يتغوطون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. بمعنى أول حاجة هم مخلوقين من إيش؟ من نور. الملائكة مخلوقة من إيش؟ من نور. لا يشبهون أحد من الناس، ما نقدرش نقول نشبههم بأي حد، ولا نقدر نقول على الملائكة هل هم ذكور أم إناث. يعني إيش ذكور وإناث؟ بمعنى هل هذا رجل أو امرأة؟ ما نقدرش نقول كذا. فلا يأكلون، لا يأكلون واضح، ولا يشربون، ولا ينامون، ولا يتغوطون، بمعنى أنهم لا يقضون حاجتهم كبراز أو بول، ولا يعصون الله ما أمرهم. الملائكة إيش؟ خلقت لعبادة الله تعالى فقط، تعمل ما يأمرها الله به فقط. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. أي حاجة الله تعالى يطلب من الملائكة تنفذه. وهناك ملائكة خلق كثيرة لا يعلم عددهم إلا الله. نحن درسنا من قبل أنه عدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله تعالى. منهم جبريل، نحن نعرف جبريل اللي هو إيش؟ أمين الوحي. ونعرف ميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان. من أعمال الملائكة، إيش هي أعمال الملائكة؟ إيش اللي وظيفة حقهم؟ إيش يسووا؟ عبادة الله وحده ليلا ونهارا. أن الله تعالى خلق الملائكة لعبادته، فهم يعبدونه ليلا ونهارا، تنفيذ ما يكلفهم الله به من الأعمال. الملائكة يسووا الأشياء اللي الله يطلب منهم، زي ما لما يقول لجبريل ينزل الوحي إلى الرسول، قل للرسول كذا كذا، إيش جبريل يعطي له وظيفة. مثلا مالك هو ملك خزنة جهنم، رضوان ملك خزنة الجنة. فكل ملك، كل ملك من الملائكة الله تعالى يكلفهم بأعمال. نقطة ثلاثة، تبليغ الوحي إلى الرسل والأنبياء زي ما قلنا، المحافظة على العبادة ومراقبة أعمالهم، قبض أرواح الخلق. مش الإنسان لما يتوفي الجسم حقه ندفن الجسم حق الإنسان، بس الروح الملائكة تقبض روح الإنسان، يكون ما عاد فيش روح داخل الإنسان. إنزال العذاب على الكافرين، إيش إنزال العذاب على الكافرين؟ الناس الكفار على طول في ملائكة مسؤولة عند جهنم، هي اللي تجرهم بالسلاسل وتدخلهم نار جهنم. مناصرة المؤمنين، الاستغفار للمؤمنين. الاستغفار للمؤمنين زي لما يقول لنا لو نمنع على وضوء في الليل، لو الإنسان أتوضأ قبل ما ينام الملائكة تجلس تستغفر له. من أمرهم يسووا الأعمال؟ الله تعالى. فهذه أعمال الملائكة التي أمرهم الله بها. آخر شيء عرفنا على صفات الملائكة وبعض أعمالهم. الملائكة جند من جنود الله تعالى، يعز الله بهم المؤمنين ويذل بهم الكافرين. قلنا إيش؟ الملائكة للناس المؤمنين تستغفر لهم، تحميهم، تكتب الأعمال، تحميهم من الوقوع في الخطأ. بعدين النقطة الثانية، الملائكة لا يشبهون الناس في صفاتهم وأعمالهم. نحن قلنا من قبل تكلمنا الصفات بالشكل، هل الصفات حق الملائكة تشبه نحن صفاتهم؟ هم مخلوقين لعبادة الله تعالى فقط، يعني لكن نحن كالبني آدم، نحن البشر
نحن مخيرين بالعبادة، في مننا ناس مؤمنين في مننا ناس كافرين. فالناس المؤمنين الإنسان علشان يكون يرضي ربنا ويتبع ما أمره الله تعالى هو مخير بحاجتين، يا يسوي الأشياء اللي الله أمره يا يتبع الأشياء اللي ممكن تغضب الله. يعني الإنسان إيش؟ مخير، يا يكون يطيع الله يا يعصي الله. لكن الملائكة خلقت لعبادة الله، يعني هي الله خلقت عبوده، يعني ما بتجيش تعصي الله، مخلوق علشان تعبد الله وحده. لكن الإنسان مخلوق علشان الله بصورة الإنسان. نحن صح درسنا وقلنا إنه الإنسان الله تعالى يوريه يخليه يعرف إيش طريق الحق وطريق الشر، واللي ممكن الأعمال اللي تغضب الله والأعمال اللي ترضي ربنا واللي تخلي نحن نعرف إن نحن بندخل جنة أو نار. إيش مصير الإنسان؟ الإنسان اللي يطيع الله ويتبع كل شيء أمر الله تعالى يأمره فيه بيكون مصيره إيش؟ الجنة. والإنسان اللي يعمل المعاصي وما يتبعش كلام الله مصيره النار. فهذا الفرق اللي بين الإنسان البشر والملائكة. الملائكة لا يشبهون الناس في صفاتهم وأعمالهم، هم مخصصين لعبادة الله، الله سخرهم لعبادته ويعملوا أعمال. الناس نحنا ما نعملش، هم إيش يسووا؟ يسجلوا لنا الأعمال، مش نحنا عندنا ملك على اليمين وملك على الشمال يسجل لنا الأعمال الحسنات في جهة اليمين والسيئات في جهة الشمال. بعدين معانا الملائكة يحفظون الناس بأمر الله. الملائكة تحفظ الناس بأمر من؟ من الله تعالى. الملائكة يسجلون أعمال العباد زي ما ذكرنا وقلنا أنه في ملك على اليمين في ملك على الشمال يسجل أعمالنا. ما فيش حاجة نحن نعمل سواء كانت خير أم شر إلا وهي تسجل. من اللي يسجله؟ الملائكة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. لازم الإنسان علشان إيمانه يكتمل لازم يؤمن إنه في ملائكة، ولا ما بيكونش إنسان مؤمن. لازم يؤمن إنه إيش؟ في ملائكة. المسلم يؤمن بوجود الملائكة كما أخبره الله تعالى. المسلم يحب الملائكة. المسلم يتجنب المعاصي لأن ملائكة الله يراقبونه. نحن قلنا أي حاجة بنسويها تغضب الله تسجل في أعمالنا. المسلم يشكر الله على نعمة على نعمه الظاهرة والباطنة. بمعنى إنه في نعم نحن ما نشوفهاش وفي نعم نحن نشوفه. نحن كبشر الإنسان أتعود إنه يصحي ويشوف، عنده نظر عنده سمع ويطعم ويشم. لكن الإنسان لما بيفقد هذه النعمة، في ناس ربي اختبرهم ما عندهمش ولدوا بدون ما يشوفوا، ما عندهمش بصر. في ناس ولدوا ما عندهمش سمع. فنحن الحمد لله كل يوم نصحى نقدر ندخل الحمام من نفسنا بدون ما نحتاج أي حد، عندنا يدات نسوي أشياء أنا من نفسنا بدون ما نحتاج لأي حد. في نعم ظاهرة وفي نعم باطنة. النعم الباطنة ممكن الله يحفظنا من كل مكروه نحن مش عارفين، في حاجات نحن ما نشوفهاش نعم ما ندركهاش، الله ينزل لنحنا المطر. الإنسان يوصل بعض الأحيان لوقت خلاص ما يدركش عد، ما يشوفش إنه نعمة إنه الله أنزل مطر، إنه نحنا نأكل فواكه أشياء. في خلاص الإنسان ما يدركش هذا الشيء، أتعود على وجوده ما عاد يعرفش إنه هذه نعمة من نعم الله تعالى. المسلم يكثر من ذكر الله تعالى. من ينكر وجود الملائكة يكون كافرا زي ما قلنا. شرط وهو ركن من أركان الإيمان إنه لازم نؤمن بالملائكة، غير كده الإيمان حق المسلم ما بيكونش مكتمل.